السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ داخل الوطن خارج الوطن، جامي خوتي كنسلم عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الغسيل ديال الدجاج، الطريقه ديالي انايا، وتابعوني ان شاء الله على الفيديو. ايوا وشكرا لكم اخوتي بزاف بزاف. لاول مره تيشوف القناه ما ينساش يضغط على الزر باش يتوصل بالجديد ديالي وديال اختي. وشكرا لكم اخوتي بزاف بزاف. ما تنساوش تخليو لنا التعاليق، راه كتعجبنا التعاليق ديالكم، وتكملوا الفيديو حتى الاخر الله يجازيكم بخير، وديروا لنا جيم فضلا وليس امرا. وشكرا لكم اخوتي بزاف بزاف. بارطاجيو لنا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش الفيديو يشوفوه زعما يطلع شويه. شكرا لكم. اليوم ان شاء الله نشارك معكم الغسيل ديال الدجاج، وتابعوني ان شاء الله على الطريقه ديال الغسيل بالطريقه ديالي انايا. شكرا لكم، تابعوني ان شاء الله على الفيديو. هانتوما خوتي رجعت معكم مع الدجاج الكبير، عاوتاني لاخر جيتكم بطريقة الصغير، دابا غندوزو للكبير. هانتوما هاد الكبير هذا تا هو راه كتكون فيه واحد الشحنة هنايا، حيدو هاد الشحنة كامل، هاد العميق ديالو ديال العم تحيد ديال الصدر، ميبقى فيه والو. فيه واحد حتى حاجة ستفيه بخصي تنقي واللي بي كون شارك فين لكي عرس باك الله ينقي ويقيت الدجاج وداك الشيء اللي رانا بغيت نشارك معاكم الطريقة ديالي ديال تنقية الدجاج. هنا باقا فيه شي حاجة كتخرجها هي صافي، كدوز للمرحلة الملحة. الملحة هانتوما كتجيبو الملح غير هاد الفخار، تحكو الملح هنا، تحكوه هو تاني هنايا مزيان. أنا عمري ما شاركت معاكم طريقة الغسيل ديال الدجاج، قلت أنا نشاركها معاكم ديالي. كامل تنطيب الدجاج، طيبتو عاودتو ركن فوقها معاك، ولكن الدجاج مثلا عمري شاركت معاكم الغسيل ديال الدجاج، شاركتو معاكم. شوفو هنا لا كاين شي حاجة كتحيدوها، يكون داك الريوب وديك الشي مخصوش يبقى. اخرى عاوتاني هي هذه المرحله الاولى ديال الحك، ندير الملح هذا، ندوزو ثاني للترقيده ديالو نوريها لكم كنرقدوه. سوا شويه الزفير الدجاج خصو يتغسل مزيان باش ما كاين شي زوين في الطياب لذيذ. تحكو الملح هنا مزيان، تيبغي الملح تيبغي الحكام. ايوا هادي المرحلة الأولى يعني درتها معاكم، باقي ندوز معاكم المرحلة الثانية باش نبغي نرقدو إن شاء الله. وتابعوني أخوتي، شكرا لكم وتابعوني. أنا رجعت معكم أخوتي للمرحلة الثانية باش نرقدو. هنايا درت الحامض، هانتوما قطعتو طريفات، عصرت النص النص قطعتو. المهم كل واحد على حسب اللي بغا، بغيتو تطحنو بغيتو تقطعو بحال هكا ولا ديرو الخل، على حسب الخل شوية تيطيب. وأنا كندير غير الحامض، هانتوما غادي نديرو فيه هنايا فهاد التخليطة هادي، غنديرو شوية ديال الطحين. هانتوما عندي جوج ديال التخليطات، غنديرو شوية سكنجبير، هاهو هانتوما كيبقي سكنجبير مزيان. ديرو سكنجبير شي جوج شي تلاتة معالق كبار، ديرو سكنجبير على حساب عندي هنا
6 ديال الدجاجات خصهم كنجبد صغير، كنديروا الملح، الملح اللي بقى لنا كنديروه هنا، الملح ديروا شويه ديال الماء غادي نخلطو التخليط مزيان هادي الشعر اللي شد ليا التليفون راني معدته مع التصوير يسمحوا لي باش لي شد ليا باش نوريكم مزيان كي غندير ندير له شويه ديال الماء صافي كنجيبو الدجاجة كنبقاو نفزلوها بحال هكا التخليط شفتو كله كيشرب ديك التخليطه مزيان وكنخليوه فيها واحد ربعة ولا خمسة السوايع الا كان البرد الحال بارد خليوها كاع تبات بيتو فيها التخليطه ما تخافوش منها كيبقى هانتوما كتخشيو فيها التخليطه مزيان هكا تخليوه فيها واحد دابا الحال سخون غادي نخليه غير شي ثلاثة ساعات ولا هذا ونهزو ونحيدو عاود نغسلو ثاني ونديروه يتسقطر عاد نخبئو في الفريكو هانتوما تخليوه في هاد التخليطة يشرب مزيان تزيدو عليه الماء تخليوه هانتوما كتخمرو عليه الماء وتخليوه هنا واحد ساعتين ولا ثلاثة ولا على حسب هانتوما الا كان الحال بارد كاع بيتوه ما يجرى له والو كيتنقى ويرجع زوين الريحة زعما كيجي لذيذ في الطياب وفي كلشي هانتوما إلا تابعوني أنا نوريكم دوكا عاوتاني الكوكلية تاني درت لهم نفس الطريق هانتوما المشاهدين بعد ما الدجاج درتو يترقد هو هذا هو درتو في البانيو كيف وريتكم في الأول الطريقة منين درت معاكم الاول هانتوما دابا راه مرقد في هاد التخليطه اللي درت له سيبقى فيها وهذا الكوكليات حتى هما هي راه ما وريتهم لكمش وريتكم غير هانتوما وريتكم غير الدجاج هاد الكوكليات هما هادو ما هما هادو درتهم في بانيو بوحدهم هانتوما ملي كي هذا كيولي بيض ها مكيبقاش يتغير اللون ديالو حيت درت له داك التخليطه اللي وريتكم داك الطحين والسكنجبير والحامض والملحه هانتوما ولا الخل ولا اللي بغيتو المهم الخل هو من الاحسن ديروا الحامض الخل شويه تيطيبو الحامض حسن وهادي داك القشيوشات بحال العناق القنيصات حتى هما وهنا الكبده ها هي هادي درتها بوحدها كل حاجه درتها بوحدها ونسيت ما قلت لكمش بالنسبه للطحين ديروا الفورز ما قلت لكمش في الاول سمحوا لي الفورز الرطب فرصه الرطب اللي ديرو وسكنجبير والملح والحامض حمضي وعصروه ولا طحنوه ولا اللي بغيتو المهم انا قطعتو وبركت عليه هكا بيديا هي الماء وها تاكي والخل الخل اللي بغيتو على حسب كل واحد شنو بغى يدير حسب استطاعه الواحد هادشي اللي كاين اخوتي انا شاركت معكم هاد الدجاج الغسيل ديالو تابعوني ان شاء الله وشكرا لكم نتلاقى معكم اللي ان شاء الله نمشي للو بالماء مزيان نخليه يزيد شويه يزيد واحد شويه يزيد يبقى مرقد ونشللو نرجع معكم نوريكم كيفاش جا الدجاج تابعوني اخو انا رجعت معكم المشاهدين بعد الدجاج ما حيدتهم ديك الترقيده اللي درت له وغسلته مزيان وشللته مزيان بالماء مزيان ودرته قطر حتى قطر دابا هاني غادي نجمعو ان شاء الله نديرو في الكونجيراتور شاركته معكم كنتمنى الفيديو يكون يعجبكم وانتم كتابعوني وهذا الكوكليات الصغيورين اللي شاركت معكم هما هادو حتى هما ما قطرو حتى ما غنجمعهم والقشيوشات ديالو هما هادو كلشي مهم اللي شاركت معكم هو هذا كنتمنى الفيديو يعجبكم وانتم كتشاهدوني ونكون خفيفه ظريفه عليكم في هذا الفيديو وشكرا لكم والدجاج هو هذا هانتوما الصدر ديالو كيبان الدجاج نقي غير من الصدر هانتوما وهاد الفخاد هادو ما تيبقاش ديك
اللي كيكونوا هنا دوك العابط كيكونوا راكم عارفينهم تيخرجوا مع الملحه بالحكان وداكشي ما تيبقى فيه حتى حاجه تيتنقى وتيجي زوين. والجلده اللي بغى يحيدها كيحيدها واللي بغى يخليها يخليها على حساب كل واحد كيفاش غيطيبوا. الطريقه ديال الطياب الا بغيتوا طيبوه صحيح خصو تبقى له الجلده، بغيتوا طيبوه غير طريفات تحيدوها له على حسب انا شي غنحيد له الجلده شي غنخليها له. وهادشي اللي كاين اخوتي، وكنتمنى الفيديو يلقى اعجاب ديالكم يكون خفيف ظريف عليكم، وشكرا لكم بزاف كنشكركم، وبسلام عليكم. فيديو اخر ان شاء الله، وصفه اخرى يا ربي، بسلام.